أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، مليئة بالرهانات التي يتحتم علينا التعامل معها والتجاوب مع مقتضياتها، الذي بلدته اللجنة المستقلة وما ستصفر عن اللجنة العربية المرتقبة من جلالة ملك البحرين الشقيق، يتواجب علينا استعمال كل ما يجيب القانون الدولي للمطالبة بحقوق الفلسطينيين على حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، حول مصفية الترتيبات الأمنية ولصعيد تطورات الأوضاع في اليمن الذي سيتعزز. أنا عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان أفهمها. في هذا المكان بالضبط، لأن المكان هذا عنده دلالة قوية وقوية جدا. أهلا بيك يا حمراويه. لما يركبش التكوين تاعو على العلوم وعلى الرياضيات ما عندوش مستقبل، لكن يقعد في الشعر اقعد في قول عضو برب الفلق. خسيت يا ابن عريشة فلحة، خسيت شلت يداد تكلتك بنت عمة أمة اللي جابت أمه. ما عندوش مستقبل، لكن يقعد في الشعر اقعد في قول عضو برب الفلق. هذه الحقيقة. وعسيدي كما هولنا الله يهول الناس. امين. الله يريب ساسو. امين. الله يقلب قنطاسو. امين. ان شاء الله يمرض النظر الحب في راسو. امين. ربي يربطو على الضنايا والزواج. امين. يا سيدي ان شاء الله وين نروح مقلوق عليه. امين. رب العالمين روح عليه. يكون ياخذ حسابه مليح كما يقول الله الرب سبحانه، ما يحبش اللي يكزاجيرو بزاف. كاين الرب سبحانه هذاك اللي مدير علينا الجمل ويعس فينا واحد بواحد وعنده الكونتابيليتي. رسائل عدة حاول الوزير الأول بعثها خلال زيارته لولاية سطيف، لكن الكلمات خانته إلى حد أنه كان يقصد أحيانا أمرا ويقول عكسه. هنا مثلا أراد سلال أن يشيد بعبقرية الجزائري فيشبهه بالشيطان. شوف الجزائري كيفاش قابض بصح الشيطان ومامته. الوزير الأول أشاد بمستوى الاقتصاد الجزائري وقال إن الجزائر لا تعبأ بأعدائها مهما بلغت قوتهم. ما نقول لكم مش معناش اقتصاد، عندنا اقتصاد متحكمين في أمورنا، عندنا قوة جهنمية بس هي ولا تدخل الديزويت يا والله كلك الريح. دقائق بعدها يعود سلال ليصف الجزائر بدولة الريع التي فشلت في الخروج منه بعد 50 سنة، دون أن يقول للحضور بماذا ستواجه دولة تستورد كل شيء أعداءها. البترول عندنا والغاز عندنا ما فيهش مشكل، ولكن ما شادوا الاقتصاد دولة المبنية على رونت كما رانا حايشين على راكدة وتمانجي ما توصلناش بعيد. بساطة الرجل وطغيان روح الدعابة على خطاباته المثقلة بمفردات الشارع أصبحت تصنع الحدث، خاصة إذا تعلقت بالمقدسات. كاين الرب سبحانه هذاك اللي مدير علينا الجمل ويعس فينا واحد بواحد وعنده الكونتابيليتي، وكاين رئيس الجمهورية من الحكومة. الإشكالية الفلسفية للغة والفكر، وأيهما أوسع من الآخر، تجد نموذجا حيا للتدريس في خطابات مسؤولين الذين أصبح ينطبق عليهم القول فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. حرك المرميطة عرس منا غنى من هيش طيح من هيك دا من هيك، عرس منا غنى من هيش طيح من هيك دا من هيك، عرس منا غنى من هيش طيح من هيك دا من هيك. ديرونا فوضى نقلبوا الديمينو. حنا مسلمين مكتفين، ما نحوسوا على حتى واحد. السما زرق والحر صافي، السما زرق والحر صافي، نتاو كلك الحديد خلاص. ما تخرجش نجي كما تاع الوستان هذاك تيري ولا نتيري. احنا ماناش حكومة تاع بطاطا، بطاطا تمشي بالتكتوك تمشي احنا ماناش حكومة تاع بطاطا، بطاطا تمشي بالتكتوك تمشي احنا نطلبوا كثير على الدولة تاع
التذكرة 50%، هذيك باطل، الصحة باطل، المدرسة باطل، الآخر باطل، الباطل يبطل، يوصل نهار يبطل. واحد لابد واحد يمشي بالعقل حسب قيسو، كما يقول الله رب سبحانه ما يحبش اللي يكزاجيرو بزاف، دونك واحد يمشي بالعقل حسب قيسو، كيقعد مدخل كاين نشري البنانة ونشري الياورت. الحمد لله عندنا باش نعيشوا وناكلوا عدة سنوات، ما تخافوش منها، ولكن ما تكثروش وما تاكلوش الخروف بزاف، وما تاكلوش الخروف بزاف. العملية كانت متتابعة مباشرة من طرف رئيس الجمهورية ساعة بعد ساعة. احنا ما عندنا ما نضرقوا، احنا خارجين من ربي طاي طاي كما يقول الآخر. موقف قوي وسجيع، هاو القناص هاو القناص بعد السنايبر عطاه، ومنه الفوق اللي يتحرك رانا نعرفوه، كل واحد يعرف، كل واحد دارو، كل واحد يعرف وين يبات. احنا واحد ما مازال ما وددتوش مو اللي يجي يحتم علينا قرار. كنت ندوش ببيدو تاع الماء. عرس منا غنا من هيش تحنيك دم هيش عرس منا غنا من هيش تحنيك دم 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 هيش تحني